انا النهارده برضو بني سويف جاي لي منها شكاوى كتير. السيد محافظ بني سويف انا مش عارف في ايه، يعني حسين بعت لي، هاتوا لي صور بني سويف كده يا جماعه، الوحده الصحيه في محافظ بني سويف لا يوجد بها اي شخص في وضوح النهار. في نفس الوقت لما يجي الدكتور مصطفى في عيادته الخاصه الناس بتكون عنده اكتر من اللي بيشتروا عيش من المخبز. ادي الوحده الصحيه يا محافظ بني سويف، حرام عليك. رغم ان انا التقيت بيك مرتين يعني، وكان هيئتك كده انك راجل محترم، لكن الناس بتشتكي ودي مش شكوى وحيده. الوحده الصحيه في بني سويف ما فيش فيها دكتور ولا ممرض، حرام عليكم. السيد وزير الصحه الراجل حسين بعت لي بيقول لي اللي تعبان وعاوز يتعالج في البلد دي ياخدها من قصيرها ويتكل على الله، لا اسعاف ولا دكتور ولا وحده ولا حتى مواصله محترمه توصله لاقرب مستشفى. فين الناس اللي في مجلس النواب؟ فينك يا استاذ جمال ابو هندي ده اللي هو النائب بتاعهم. هيثم رجب بعت لي بيقول لي الاستاذ محمد الغيطي عندي قضيه اريد جعلها قضيه راي عام، هل يعقل قضيه هتك عرض طفل 12 سنه بالصعيد من ثلاث ذئاب بشريه ويتم اخلاء سبيلهم؟ تم احالتها لمحكمه الجنايات قنا حتى الاقل ما يتم تحت جلسه. يا نهار ابيض. وصالح ابو الوفا بعت لي بيقول لي يطالب اهالي مركز اسنا بمحافظه الاقصر برصف الطريق الممتد من امام فرقه شرطه اسنا وعلى طريق الراي المغطى لترعه النجوع حيث المنطقه حيويه وتكرار حوادث صعوبه المواصلات. محمود المصري بعت لي الفاضل الاعلام محمد رجاء من سيادتكم النظر في هذه الفواتير التي تبين ان شركه المياه بشبرا الخيمه تاني تقوم بطبع الفواتير بدون قراءه العداد الخاص